هو كان البيت بتاعه هو بنى البيت بتاعه من اراوند 20 سنه حط فيه سولار سيلز من 12 سنه. سولار سيلز طبعا كان ثمنها غالي جدا، فكره اللي هي الخلايا اللي بتشغل الطاقه الشمسيه عشان يولد البيت بتاعه طاقه نوويه من الطاقه الشمسيه، وما يستخدمش او مش ما يكونش اي كهرباء من الحكومه. فجه فالنقطة اللي هو كان بيقول عليها اللي هو بنى الكلام ده من 12 سنة، وكان بيفكر على لونج تيرم بحيث ان هو في الوقت الحالي ما بيدفعش أي كهرباء من الحكومة، وبالتالي ذاتيا كل الفلوس اللي دفعها من 12 سنة في الوقت الحالي هو بيكتسب. وهيفكر ازاي يقدر يجيب حاجه للبلد، وشكرا مثير للاسف جدا على الطريق.